Hello everyone, welcome again to Learn Arabic with us. أهلا بكم وكيف حالكم؟ أهلا بكم مرة أخرى في تعلموا العربية معنا. Today we will continue the reading of the صحيح البخاري. Let's start. وأنا أول المؤمنين. الأعراف الآية 143. وهو القدوة الصالحة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأحزاب 21. وهو الذي يتلقى الوحي من السماء. بسم الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. النجم 43. وهو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه. وهو الذي قذف الله النور في قلبه وأجرى الحق على لسانه وجعل طاعته من طاعته ومعصيته من معصيته له سبحانه. بسم الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. النساء 8. لهذا كله كانت السنة المطهرة في مجمل أحكامها وتشريعاتها من حيث وجوب العمل بها بمنزلة كتاب الله تعالى، فما ثبت فيها فهو ثابت بوحي من الله سبحانه وأمر منه وتكليف. بسم الله. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. الحشر 7. وعليه فالسنة حجة على المسلمين بلا خلاف، وقد أجمع العلماء الأمة على أن من أنكر حجتها حجتيها عموما فهو كافر مرتد عن الإسلام. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد للمسلمين من الرجوع إلى ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، ومن قول أو فعل أو تقرير، والأخذ بما ثبت منه ليعمل به. ولقد بذل السلف الصالح من العلماء جهودا مشكورة في خدمة دين الله عز وجل، فدونوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصنفات تنوعت أساليبها واختلفت شروطها، وكان من أفضلها وأصحها الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول وأولته عناية الدراسة والتقرير وتناولته بالشرح تارة والاختصار تارة تارة أخرى وأقبل عليه طلاب العلم يقرؤون منه ويحفظونه عن ظهر قلب. ولا غرابة، فهو المرجع الثاني بعد كتاب الله عز وجل في دين الله تعالى. وهكذا نجد المدارس والجامعات في العالم الإسلامي ما زالت تعني به دراسة وحفظا، وبعضها تقره في مناهجها ليقرأ من أوله إلى آخره في مختلف صفوفها. واسم صحيح البخاري كما سماه مصنفه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. Thank you very much. Hope you practice that and see you soon. شكرا، مع السلامة وإلى اللقاء.